عندنا فنانة كبيرة من العيار الثقيل، يعني سيدة المسرح وفنانة معروفة على الصعيد العربي، ويعني ولكن كلنا لها ومش خسارة في الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة الحياة. كنا غادي نرحلوا واحد النهار قريب أو بعيد، الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين. يعني ما تلقيتهاش، كانت توفت لي الوالدة أنا في أول رمضان، وعيطت لي، يعني كانت لاباس، عيطت لي وعزاتني فيها وقالت لي بغيت نجي، وقلت لها بلا ما تعذبي مع هاد المصيبة ديال هاد الجائحة، الله يرفع علينا هاد الوباء. يعني ما شفتهاش، فملي سقت الخبر أنها مريضة كنت غنمشي نشوفها، لكن كانت منوعة الزيارة ديالها، زيارة ليها. ف يعني عزيتها غير في، تكلمت في التليفون مع بنت اختها حياة، وقلت لها وصلي لها سلامي والله معاها، ولكن العمر تقاضى. يعني مع الاسف خانتها الصحه توريا مسكينه، كانت غادا دير بزاف ديال الحوايج، لكن مع الاسف ما بقاتش في الوزاره كثير باش تحقق هذيك، لان كنا عندنا واحد الامل، لان فنانه تتعرف معاناه الفنان، كتعرف حياته، كتعرف كل حاجه عليه، فكنا متفائلين ان غادي تكون بزاف ديال الحوايج اللي غادي تدار من اجل الفنان، لكن ما الصحه خانتها مسكينه، الله يرحمها ويوسع عليها. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.